تونس ليست ضيعة أو بستانا، يعلمون جيدا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات التي حصلت ونهب المال العام، ولكن لماذا لا يقلقون عن هذه القضايا؟ وضحتم وشكرا لكم على ما قمتم به من جهود يوم أمس عندما التقيتم بعدد من السفراء، ثم المجلس الأعلى القضاء يعني بتركيبته وبالتجاوزات باعتراف أحدهم الملف موجود 80 مليون أورو في لوكسمبورغ باعترافه، والقضايا متاع الاختيارات أخرتها 10 سنين كل عام احتفال بالذكرى وما زالت القضية عند هذا الشخص. قالك لا ما نعطيهمش الأوراق بتاع القضية ووزعها دول الوقت، الناس كل يولوا يعرفوا القانون ويفصلوا هذا جرى وفصل القضية وما فصلش. لماذا لم يبدو قلقهم من هذه الأوضاع؟